الله الرحمن الرحيم. المحاضرة اللي عندنا النهاردة بتتكلم على الدي سي موتور. الدي سي موتور أنواع، يا إما سيلف إكسايتد يا إما سيبريتلي إكسايتد. سيبريتلي إكسايتد معناها إن دايرة الفيلد إندبندنت على دايرة الأرميتشر، يعني السبلاي بتاع الفيلد متوصل على سبلاي غير بتاع الأرميتشر. طب ده معناه ايه؟ دي ميزه. لو الارميتشر اتحمل بحمل، سحب تيار، اتغير الحمل غيره، الفلكس ليس له اي صله. معنى كده ان الفلكس ثابت، يبقى لو اتغير هو في دايره الارميتشر ولا يعتمد على قيمه اللود. طب افرض حصل فيلير، الملفات الارميتشر اتحرقت، الفلكس لا يزال ثابت وقيمته ثابته، تقدر تلف وترجع الماشين تاني تشتغل. بينما السيلف اكسايتد ان في لينك ما بين الفيلد والارميتشر، يا يعني اما ان سيريز بتبقى ملفات عددها قليل والكروس سكشن بيبقى كبير عشان بتشيل نفس تيار الارميتشر، يا اما ان شنت فبتبقى عدد اللفات كتير عشان تدي فلكس كتير والتيار بتاعها قليل، والتيار بتاعها قليل لانها دايركت متوصله على السبلاي فتبقى الريزيستنس بتاعتها عاليه عشان تعمل ليميتيشن للكرنت. يبقى التيار الفيلد قليل عشان احصل على ام ام اف عاليه، يبقى ازود عدد لفات في حاله الشنت. طب ايه الكومباوند المركب؟ مركب من السيلز والشنط عشان يجمع مميزاتهم مع بعضهم، يتلافى عيوبهم مع بعضهم. طب الكومباوند في نوعين، شورت كومباوند وفي لونج كومباوند. الشورت كومباوند الريزيستنس الشنط تبقى على الارميتشر بس، بينما الشنط بتكون على الارميتشر وعلى السيلز مع بعضهم، بتبقى عليهم شنط الايه، الشنط فيلد ريزيستنس. الماشين بما انها دي سي ماشين مفيش باور فاكتور، يبقى حسابات الباور عباره عن الفولتج في الاي. يبقى بما ان السبلاي فولتج اي والتيار اللي داخل الماشين السبلاي فولتج في والسبلاي اللي داخل الماشين اي، تضرب الاثنين في بعضهم يدي لك الالكتريكال باور انبوت. طب الميكانيكال هو التورك بتاع الشافت مضروب في سرعه الشافت. طيب لو الماشين هتشتغل كموتور يبقى الافشنسي البي ميكانيكال على البي الكتريكال، لو هتشتغل كجنريتور يبقى البي الاوتبوت اللي هو الالكتريكال على البي ميكانيكال. طيب الماشين دلوقتي لو انا وصلت اي موتور، وصلت الفولتج على السبلاي على طول وبعدين في فلكس، معنى كده ان في يقدر يسحب تيار من السبلاي، معنى كده ان الروتور يبتدي يدور. طب يدور الى متى؟ الى متى؟ ما هو طالما في فولتج وفي فلكس معنى كده انه هيبتدي يدور. وانس انه دار، ما هو السرعه هيحصل لها اكسلريشن 500 ار بي ام 600 ار بي ام، يقف فين؟ فيبقى ليه في يقف فين؟ يعني الماشين كده معنى كده هيحصل لها اكسلريشن، سرعتها هتزيد. الاجزاء الميكانيكيه ما تستحملش السرعات العاليه، او الاجزاء المتكون منها المكنه ما تستحملش السرعات العاليه تتكسر، زائد ان هتسحب تيار عالي لتحرير الماشين. لكن في عندنا قانون نيوتن بيقول لكل فعل رد فعل، مساوي له في المقدار ومضاد له في الاتجاه. سنس بما انك ابلايد فولتج على الارميتشر يبقى وفي فلكس، يبقى هيحصل ايه؟ applied voltage وفي flux هيبقى في force. الفورس ديت بس الماشين روتيتنج مش لينير، يبقى الفورس اضربها في الذراع بتاعها، القوه في ذراعها زي ما خدت قبل كده بيدينا العزم. الذراع بتاعها اللي هو الراديوس، يبقى تضرب الراديوس بتاع الارميتشر مضروب في الفورس يدي لك التورك، يبقى ينتج عن الابلايد فولتج مع الflux تورك، تيونينج تورك، روتيتنج تورك، يدور الشافت يدوره وبالتالي الماشين تدور. طيب حسب بقى قانون نيوتن كل فعل مضاد له فعل مضاد له ومساوي له في المقدار ومضاد له في الاتجاه. كل فعل له رد فعل مساوي له في المقدار ومضاد له في الاتجاه. انا ابلايد فولتج، طيب الكوندكتور بتاعت الارميتشر ابتدت تدور وفي فلكس، يبقى انديوس دي ام اف حسب قانون نيوتن اللي هي الباك اي ام اف كاونتر اي ام اف، يبقى اللي هي بتضاد الاي ام اف العكسي. يبقى انا ابلايد فولتج لازم يبقى في انديوس كاونتر اي ام اف مضاد لها ومساويه لها في المقدار ومضاد لها في الاتجاه. طب الاي ام اف دي بنسميها الاي باك، يبقى الاصليه بنسميها الفي تي، بينما المضاد لها في الاتجاه بنسميها الايه؟ بنسميها الاي باك. يبقى ادي الفولتج بتاع السبلاي، ادي بتاعت نيوتن اللي هو قال عليها جنريتد باك اي ام اف زائد الاي اي في الار اي، لان في الارميتشر ريزيستنس دروب. يبقى قبل ما يحصل جنريتد الفعل المضاد الريسبونس بتاع الماشين، بس حصل فولتج دروب على الارميتشر بقيمه الاي اي في الار اي. ده معنى كده تطرح، يبقى الاي في بيساوي الاي باك ماينس زائد اي اي في ار اي، يعني كانك بتطرح الفي ماينس اي اي في الار اي، هو ده اللي بيبقى ليه اكشن مضاد له في الاتجاه اللي هو اللي اسمه الاي باك. طب ده ميزته ايه بقى؟ هو ده اللي بيعمل يحل لنا المشكله بتاعت الاكسلريشن، ماشين بتسحب تيار كبير، بنقول الفي ماينس اي باك
وانس هو الفرق ما بين الاثنين دول، لو الاي باك زادت يبقى الفرق ده هو الصغر، يبقى الاي اي بيظهر، لان الار اي ثابته والفولت الثابت، يبقى الاي باك هي اللي بتتغير والاي اي بيتغير. زياده الاي باك تنقص الاي اي، يبقى تعمل ليميتيشن على الكرنت وعلى السبيد بتاعه الماشين، يبقى توصل للريتد فاليو اللي هي ديزايند عليها وما تزودش عن كده بحيث انها تتحرق. بس كده يبقى هي الاي باك حلت المشكله بتاعه ايه، ان الماشين ممكن تدور وتسحب تيار اكتر ويحصل اكسلريشن. خلصنا من الاي باك. انا لخصت لك النقط ديت في كلام بسيط جدا: ذا ارميتشر روتيتس، ذا كوندكتورز كات، ذا ماجنتيك لاينز اوف فورس ان ذا ماجنتيك فيلد، فولتج از انديوسد ان ذا ارميتشر كوندكتورز، ذا انديوسد فولتج اكتس كاونتر تو ابلايد فولتج، therefore it is called the counter electromagnetic force or back EMF. وادي المعادله بتاعت لخصتهم في النقط دي. خلاص. طيب عايز اقول حاجه هنا في مساله بسيطه جدا تعويض مباشر عشان نفهم منها الاي باك. ماشين 4 فولت، الفولتج 440، 50 امبير، 888 كوندكتور، الفلكس 23 من 1000، 28 اوم. تحسب الاي اي، تعين منها من المعادله الكي اي النمبر اوف بولز في عدد الكوندكتورز على الاثنين، لانها ويف ويف نمبر اوف فورسز هتبقى 2، يوم يدي لك الكي اي، يبقى الاي على الكي اي في الفاي يدي لك الاوميجا، تقدر تعين منها السبيد. وكتبت شرح تفصيل الاي باك عشان تقدر تقراه براحتك تفهمه. طب احسب الباور ازاي في الدي سي ماشين؟ ببساطه شديده جدا، الفي بتساوي الاي باك زائد اي اي في ار اي، اضرب طرفي المعادله في اي اي، يبقى الفي في الاي اي بيساوي اي باك في اي اي زائد اي تربيع ار اي. ده اللي هو الانبوت، لان الماشين موتور، وده اللي هو الاوتبوت، وده هو اللي هو الايه اللوسس، دي الباور. طب التورك تروح قاسم المعادله كلها على اوميجا يدي لك التورك. طيب انا عايز اقول الماكسيمم باور يحصل امتى؟ بفاضل المعادله بالنسبه للاي اي، بيطلع ان الاي باك بتساوي في على الاثنين، يعني نص الفولتج. بس الكلام ده ثيوريتيكال بس، لان انا لو قلت الفي ماينس اي باك اللي هي بتساوي النص، كان انا بحط نص فولتج. مثلا لو كان 200 فولت هاخد نصه اللي هو الفرق ما بينهم، يبقى 100 تقسمه على الار اي، تقسمه على الار اي اللي هي 0.22 مثلا يبقى 1000 على 2، يبقى 1000 على 2 يعني 500 امبير تحرق الماشين. يبقى الفرق ده هو اللي هي يطلع لك الماكسيمم، يحصل عندها ماكسيمم باور، ان الاي باك بتساوي نص الفولتج. ده ثيوريتيكال بس، لكن اكشوال يحرق الماشين لانه هيسحب تيار عالي. يبقى لا يصلح هذا ان احنا راننج الماشين عند الماكسيمم باور ابدا، لكن احنا بنجريها عند حاجه اسمها الريتد فاليو اللي هي ديزايند عليها. خلاص. طيب نبتدي نتكلم تاني على التورك ايكويشن في الدي سي ماشين. التورك ايكويشن ببساطه شديده جدا، ادي الفولتج، تضرب المعادله في الاي يدي لك الباور، تروح قاسم الباور على الاوميجا يروح مدي لك الايه التورك. طيب مفهوم التورك في الدي سي ماشين عشان نبسطه بنقول ان الماشين في كارنت اول ما ابلايد الفولتج اصبح في كوندكتور، هي بتاعت الارميتشر، كارينج كارنت. خلاص. وفي فلكس، يبقى في كارنت وفي فلكس، الريزلتنت يبقى ايه؟ الريزلتنت يبقى تورك. احنا قلنا ما فيش فورس، لان الفورس ديت هنا اهوت لو هي لينير ماشين، لكن دي روتيتنج فورس لازم اضربها في زراعها عشان ندي التورك، لانها روتيتنج يعني محدوده بالحركه الدورانيه، وبالتالي الفورس تتقلب روتيتنج فورس، ما فيش اللي هي لينير فورس، عشان كده احنا بنضربها في زراعها تدينا التورك. يبقى في كارنت يمر في الارميتشر، هذا الكارنت بيقطع خطوط فيض مغناطيسي، يبقى في فلكس وفي كارنت ريزلتنت عنه تورك. التورك اللي هو الميكانيكال اللي هو على الشافت اللي هو بيطرح منه، يبقى البي ميكانيكال دي اللي هي الميكانيكال باور، تطرح منها الفريكشن والويندج لوسز، بيدي لك الجروس، بيسموها البي جروس، تروح قاسمها على السبيد بتاعت الشافت تدي لك الايه الاوتبوت تورك بتاع الماشين. خلاص. يبقى احنا كده بالطريقه ديت في الجزء ده هو اتعرفنا حاجات مهمة من أول المحاضرة، عرفنا يعني إيه أنواع الدي سي ماشين باختلافاتها بالكونكشن بتاعتهم، وعرفنا إن في مميزات لكل نوع من دولت. طب ليه الماشين الدي سي موتور ما هوش نوع واحد بس؟ لأن كل واحد منهم له مميزات وعيوب، كل واحد منهم له مميزات وعيوب، في منهم اللي لها افشنسي عالية وفي التاني اللي لها افشنسي قليلة. يعني زي السيريز ماشين، الفيلد السيريز ده بيسحب تيار كتير لانه سيريز، هو بياخد نفس تيار الارميتشر، ومن ثم الكابل لوسز عاليه، لكن له ميزه كبيره جدا، هاي ستارتنج تورك. فيبقى حسب الابلكيشن اللي عندنا وحسب الافشنسي المطلوبه بس بختار نوع الماشين اللي عندها. يبقى تعدد الماشين مش معناه ان انا هستخدمهم كلهم، لانه مش كلهم يصلحوا لنفس الابلكيشن المطلوب عندي. يبقى في مميزات لكل نوع وفي عيوب من كل نوع. وبعد كده دخلنا على ان احنا نقول ان الماشين دي سي مفيش باور فاكتور، يبقى لما وانس انك ضربت الفي في الاي يديلك على طول البي،
البي الكتريكال. طيب عندنا وعينا الافيشنس سواء موتور او جنريتور، وشرحنا يعني ايه البي الكتريكال، في ميكانيكال، وفي جروس يعني النت. فاحنا نبسطها مع بعض ازاي؟ ببساطه شديده جدا، ممكن ناخدها من المعادله بتاعت الفي بتساوي الاي اللي هي الباك اي ام اف زائد اي اف ار اي، وبكرر ده موتور يبقى الاي بلس اي اف ار اي، لو كان جنريتور يبقى اطرح اضرب طرفين المعادله في اي اي يبقى في اي اي بتساوي اي 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 زائد اي تربيع اي في ار اي. يبقى كده اتحلت مشكله التورك. ليه؟ لان الفي في الاي اي ده باور، لان دي سي ماشين، تقسمه على الاوميجا يديلك التورك، يبقى ده الالكتريك انبوت تورك. طب الالكتريك اوتبوت الميكانيكال اوتبوت تورك فين؟ اللي هو الاي في الاي اي على الاوميجا، يبقى ده الفي في الاي اي على الاوميجا هو الالكتريكال انبوت تورك. الميكانيكال اوتبوت تورك عشان ده موتور يبقى الاي في الاي اي على اوميجا بس. يبقى احنا كده حلينا الموضوع ببساطه، نبتدي نعوض في الاي الباك اي ام اف قيمتها اتكلمنا فيها قبل كده، يبقى تعوض في المعادله بتاعت التورك الاي في الاي اي على الاوميجا، تطلع معادلة التورك بتساوي كونستنت مضروب في الاي اي في الفاي في الاي اي كي في الفاي في الاي اي، والتورك الالكتريكال اللي هو الفي في الاي اي مقسوم على الاوميجا. خلاص يبقى الفي في الاي اي على الاوميجا ده الالكتريكال انبوت، والميكانيكال اوتبوت اللي هو التي بيساوي الكي في الفاي في الاي اي. طيب نبتدي باول نوع من المواتير ديت اللي هي الدي سي ماشين، الشنط موتور. يعني ايه كلمة شنط؟ شنط يعني الريزيستنس بتاعة الفيلد، الريزيستنس الفيلد ريزيستنس، الفيلد وايندنج ريزيستنس، الفيلد وايندنج ريزيستنس. طب في واحد بيقول لي سؤال، بيقول لي هو مش ده كويل المفروض يبقى له اندكتنس وريزيستنس؟ الاندكتنس تبقى صفر كأنه شورت سيركت في الدي سي لان ده دي سي سبلاي. لكن خلي بالك في حاجه احنا ما بنتكلمش عنها خالص هنا، انت خدتها في سنه ثانيه كهرباء، اللي هي ترانزيت. يعني الماشين بتبقى صفر لما بقومها واوصلها للستي ستيت، دي حاله ترانزيت تظهر فيها الار ال سيركت، تبقى ار ال سيركت. بس احنا عشان الكورس بتاعنا ما يبقاش صعب ما بنتكلمش في ترانزيت. يبقى دي الكويل هو ريزيستنس واندكتنس، لكن اندكتنس مع انه دي سي تبقى شورت سيركت. خلاص طب امتى تظهر؟ لو في حاله الترانزيت فقط، ودي موجوده بس مش هندرسها لحضرتك عشان ما يبقاش كتير عليه. طيب ده الفيلد شنط على الارميتشر. طيب واحد بيقول لي الار اي ديت يبقى هو شنط على الاثنين. الار اي ديت مش حاجه ثانيه، الار اي هي نفسها بتاعت الارميتشر بتاع الماشين. يعني الار اي والار فيلد جوه الماشين نفسها، احنا رسمناهم بره الماشين للتوضيح لحضرتك، عشان احنا مجرد ريبريزنتيشن، مجرد سمبليفيكيشن، مجرد لتبسيط الامور، لكن اكشوالي الار اي هي الارميتشر اللي هي جوه الماشين نفسها. جوه الماشين نفسها بتبقى ملفات الارميتشر هي اللي ليها ريزيستنس ار اي، والفيلد هي ملفات البولز بتاعت الفيلد. طب ايه الار اي ديت؟ الار دي دي ار اكسترنال ريزيستنس، بوصلها مع البولز بتاعت الماشين. ليه؟ لان الفي تيرمينال ثابت والريزيستنس بتاعت البولز ثابته، يبقى دايما تيار الفيلد ثابت. طب افرض انا عايز اغير السبيد مع الماشين او اعمل كنترول على الماشين، يبقى لازم احط اكسترنال ريزيستنس اغيرها تقوم تغير لي تيار الفيلد، وبالتالي اقدر ابطئ واسرع الماشين واعمل كنترول على الماشين. طيب في واحد يقول لي طب الريزيستنس ديت كابل لوسز؟ لا مش كتيره. ليه؟ لان تيار الفيلد قليل لان الماشين شنط، تيار الفيلد قليل لان الماشين شنط، عدد لفات الفيلد بتبقى كتيره، الان نمبر اوف تيرنز بتاعت الفيلد وايندنج بتبقى كتيره، وايل بينما في السيريز ماشين اللي انا لسه هشرحها بتبقى اللفات قليله. هنا كروس سكشن بيبقى قليل، كروس سكشن بتاع النحاس بيبقى قليل لان التيار قليل، بينما في السيريز الكروس سكشن كبير والعدد اللفات كتير. خلاص طيب انا وصلت السيريز ريزيستنس مع البولز مع عشان اعمل كنترول على الماشين، عشان كده ده السبب ان في ار وال هنا. الار دي الشنط ويني كلها بتبقى بصفر لان احنا بنتكلم على ستيدي ستيت اوبريشن دي سي سبلاي، دي لا تدخل فينا اندكتنس خالص ولا حد يتكلم في الاندكتنس، مجرد ريزيستنس فقط. خلاص ده الميكانيكال لودنج لان هو ايه؟ موتور. يبقى ده السبلاي، ده الاي توتال اللي داخل، جزء منه بيدخل للارميتشر، جزء بيدخل للفيلد. خلاص ودي الاكسترنال ريزيستنس اللي انا بغير بيها قيمه الريزيستنس اللي موجوده في دايره الفيلد، وبالتالي اغير التيار اعمل كنترول على الماشين. ده الارميتشر، دي الارميتشر ريزيستنس المفروض تبقى جوه، بس احنا رسمناها للطلبه عشان نوضح لهم ان احنا بنعمل ايه. في جزئين باك اي ام اف بلس الاي اي في الار اي، ده الفولتج دروب على الريزيستنس، لكن هو اكشلي جوه الماشين نفسها.
بلفت نظرك لان الماشين بتمثل بدايره زائد مربعين كده صغيرين، دول يمثلوا البراشز. معنى كده دي سي براش ماشين، لان في نوع تاني من انواع الماشين انت ما بتدرسوش اسمه دي سي براش ليس. عشان كده الرسم اوميجا هي سرعه دوران الشافت اللي بيحمل بيه الايه اللود. خلاص ده الكاركترستيك بتاعت الماشين، السبيد فيرس من المعادلات اللي انا كتبتهم قبل كده فوق، هتلاقيهم مكتوبين عندك، هتعوض فيهم هتلاقي ان تقريبا ان السبيد مع تيار الارميتشر ثابت. طب ليه هو بينزل حته كده؟ احنا اتفقنا قبل كده في ايه؟ في ان في حاجه اسمها اي اي ار اي دروب اللي هو الارميتشر ريزيستنس دروب بلس الارميتشر رياكشن. يبقى الحته دي هي مجموع حاجتين، الارميتشر رياكشن مع الفولتج دروب على الارميتشر ريزيستنس. طيب ايه تمام؟ في دي رسمه الارميتشر كارنت التورك فيرسس الارميتشر كارنت، العلاقه ما بينهم لينير لان انا وريتك ان الكاركترستيك التي بيساوي كي فاي اي اي، يبقى العلاقه ما بين اي اي مع التورك مع التورك تعتبر لينير الا اذا دخلنا الساتوريشن فبتبتدي تبقى ساتوريتد ساتوريتد. طيب لو اعملناه بتبقى لينير. الكاركترستيك بتاعين نفس الكاركترستيك بتاعت حسام نيوتن ما بين السبيد مع التورك لانها كونستنت، يعني معنى كده ان مهما حملت الماشين باحمال مختلفه الماشين دي ما يحصلش كولابس في السبيد، يعني ما تبطئش، يعني معنى كده ما توقفش مهما تقلت على الحمل. طب امال اللي بتنزل شويه الارميتشر ريزيستنس مع الارميتشر رياكشن. خلاص طيب دي رسمه توضيحيه بتبين لك ازاي اللوسز في الدي سي ماشين، اللوسز في الدي سي موتور، بتطرح الايه الكابر لوسز اللي موجوده في الفيلد ريزيستنس، ولو في ريزيستنس ثانيه اكسترنال محطوطه في الفيلد بنطرحها مع الارميتشر ريزيستنس، وبعدين يبقى الميكانيكال لوسز اللي هي الفريكشن والويندش. خلاص طيب انا دلوقتي بدي مساله، ومساله مهمه جدا بتلخص الشنط ماشين، بل ان المساله دي تعتبر مساله يعني تضم جميع الافكار اللي موجوده في الايه في الشنط الموتور، ومساله بسيطه بس محتاج شويه تركيز فيها. نبص مع بعض كده ونحاول نفهمها، لو فهمت المساله دي هتبقى ايه غطينا معظم الايه الشرح. ازاي دلوقتي الدي سي ماشين 12 كيلو وات، ده الاوتبوت في بما انها موتور تبقى دي سبلاي ار في ار بي ام از كونكتد تو 100 فولت سبلاي، يبقى هو ما يحتاجش برياك ولا يحتاج اي حواس، ما ان الريتد 100 وصلها على 100 يبقى على كده انه هيشغلها عند الريتد. خلاص وبعدين مديلك السبيد كذا والارميتشر التيار بتاعه كذا والار فيلد وايندنج 80 اوم. خلي بالك انه مديلك الار فيلد وايندنج بدون الاكسترنال ريزيستنس اللي بيعمل بيها كنترول على السبيد. Find the value of resistance of shunt field control rheostat. هو عايز قيمة resistance بتاعة الرستات، أي القيمة التي تضاف، أي القيمة التي تضاف إلى الفيلد resistance حتى نتحكم في الماشين، نعمل كنترول على الماشين. يبقى عايز قيمة الفيلد resistance عشان to satisfy أو to achieve these requirements. يبقى عايز يمشي الماشين عند 12 كيلو وات 100 فولت 1000 ار بي ام 6 امبير والار فيلد وايندنج 80 اوم. الار فيلد وايندنج 80 اوم دي لا تغطي القيمه المطلوبه عشان امشي الماشين ب 1000 ار بي ام. هو حاطط اديشنال من غير ما يقول، طالما سال عنها يبقى هو اضاف اديشنال ريزيستنس. ممكن ما يبقاش بيعمل كنترول على الفيلد يبقى ما نضيفش، لكن هو اضاف وسال عنها يبقى في قيمه ريزيستنس. نجيبها ازاي؟ الماجنتايزيشن كيرف جيفن عند الار اف بي ام الاي فيرسس الاي اف، الاي فيرسس الاي دي الاي اف كويس. طيب واحد بيقول لي ايه الاي الاي ام الاي ام اف الاي ام اف عند النو لود من غير لودنج بتبقى ايه؟ بتبقى علاقه بتربط الاي ام ام الاي ام اف فيرسس الاي اف. مفيش ده احنا ايه نشرح دلوقتي، لسه هنتكلم في الموضوع ده. فيرسس الاي اف من الكيرف ده جبت الاي اروح مطلع الاي اف، يبقى انا جبت الاي اروح مطلع الاي اف. طيب بس الماشين دي موتور، يبقى الفيلد تيرمينال على الاي اف هو اللي بيديني البرانش، بيديني الكرنت في البرانش بتاع الفيلد اللي هو مجموع الاثنين السيريز السيريز وزائد الشنطه السيريز الاكسترنال سيريز ريزيستنس المضافه للبولز، مجموع الاثنين دول بيديني الفيلد ريزيستنس. اقول تاني هشرح الكلام ده تاني، ده موتور. وانس ان انا جبت عايز الفي تيرمينال، الفي تيرمينال 100 الفي تيرمينال 100، طب اجيب الاي اي ازاي؟ الاي بيساوي الكلام ده هو من الاي اي ديت اروح جايب من الكيرف اللي فوق، لان الكيرف ده هو الاي اي فيرسس الاي اف، مش الفي تيرمينال، هو الفي اي اي فيرسس الاي اف، اروح معين منها قيمه الاي اف. يبقى انا عندي الفي تيرمينال جبت الاي اف اقسمه على بعضهم بيدي لك مجموع الاثنين البولز ريزيستنس الفيلد وايندنج ريزيستنس او البولز ريزيست البولز الوايندنج بولز ريزيستنس
اللي هي مكونه من جزئين، البولز نفسهم زي بيضاف اليها اكسترنال ريزيستنس عشان اعمل كنترول على الماشين. طلعت 101 وهو مديلك 80، يبقى تطلعهم بعضهم تطلع 21 اي اوم. طيب المطلوب بالبي بي فايند ذا روتيشنال لوسز. الروتيشنال لوسز ازاي؟ اقول ان الماشين عند النو لود، عند النو لود ما فيش اي لودنج. معنى كده ايه؟ معنى كده ان الماشين تقدر تغطي الميكانيكال لوسز اللي هي الروتيشنال لوسز. طب يبقى التيار اللي عندي اللي هو بتاع الماشين 6 امبير، والاي اي عند والاي اي ب 99.4. كويس. يبقى هو مدي لك at no load condition. ركز، at no load condition في 6 امبير، at no load condition في 6 امبير. خلاص يبقى دي ايه؟ at no load condition في 6 امبير. معنى كده ايه؟ ان 6 امبير دول بيغطوا ايه لو تضربهم في الباك اي ام اف، يغطوا الروتيشنال لوسز. خلاص بس عند النو لود. طيب المطلوب الثالث، find the speed electromagnetic torque الافشنسي وذا موتور وين ذا ريتد كارنت فلو. طيب الريتد كارنت بنجيبه منين؟ الريتد كارنت ببساطه شديده جدا، الماشين كام؟ الماشين 12 كيلو وات، والفولتج كام؟ 100 تقسم 12 كيلو وات على 100 يديلك كام؟ يديلك 120 امبير. خلاص يبقى الارمتش ما فيش ارمتشر اكشن، معنى كده ان الفاي نو لود بيساوي الفاي فول لود. يبقى البي الباك اي ام اف بتساوي ايه؟ بتساوي كي في الفاي في الاوميجا. طيب الفاي فول لود هو فاي نو لود سنس ان هو ما اتكلمش على الارميتشر رياكشن، والكي هي نفس الكي. يبقى بينما عند النو لود وعند الفول لود اللي بتغير هو السبيد، يبقى الاي لوحدها بتساوي كي في الفاي في الاوميجا. الكي هي نفس الكي لانها كونستنت، الفاي هو نفس الفاي لانه لم يذكر الارميتشر رياكشن ولم يتكلم عنه، فتعتبر هي نفس الايه؟ الفاي. طب ايه اللي بيتغير عند النو لود؟ السبيد بقى غير الفول لود، لان لما تبقى الماشين بتطول عند النو لود اول ما بحملها بلودنج بتبطأ سرعتها تنقص شويه. يبقى كان اقسم المعادلتين دول على بعضهم، معادله للاي فول لود ومعادله للاي نو لود، هتحيي منها قيمه السبيد عند الايه؟ عند الفول لود. من السبيد عند الفول لود ترجع للاي اي في الاي اي تقسمها على الاوميجا، هتدي لك التورك. الاوتبوت راح تطرح الاي اي في الاي اي ماينس الروتيشنال لوسز، ماينس الروتيشنال لوسز هيدي لك الايه؟ يدي لك الاوتبوت. والبي انبوت اللي هو الفي انبوت في الاي انبوت. طب فين الاي انبوت؟ خلي بالك الاي انبوت هو مجموع الاي اي زي الاي تي، لان الماشين زي الاي فيلد، لان الماشين دي ايه؟ لان هذه الماشين شنط ماشين، مجموع الاثنين يبقى ده يدي لك ايه؟ تضربهم في الفولتج يدي لك ده، تقسم ده على بعضهم يدي لك الافشنسي. طيب لما ندخل الارميتشر رياكشن 95%، نرجع تاني للمساله عشان نشرح الحته دي. 5% يبقى الاير جاب ينقص ب 5%، يبقى ما تبقى كام؟ 95%. يبقى 95% نرجع بقى، يبقى الفاي بالنسبه للفاي شلنا منه ال 5% اللي هو بتاع الارميتشر اكشن، يبقى اصبحت 95% فقط. يبقى الريشيو ما بين الفاي والفاي 95%، وتعيد حل المساله كما كانت في المطلوب اللي قبلها بالظبط، تعين السبيد الجديد. خلاص بس هو اثبت لك حاجه هنا، هو اسيوم الروتيشنال لوسز انفريز سبيد، اسيوم ان اسيومنج ايه؟ ان الروتيشنال لوسز دونت تشينج ويز سبيد. طب ليه؟ لان قيمه الارميتشر اكشن 5% نعتبر ان الروتيشنال لوسز، واحنا اتكلمنا في الموضوع ده قبل كده، ان الميكانيكال لوسز اصلا قليله ممكن تهملها، لكن بما انها 5% اصلا من حاجه ممكن تهملها، يبقى ايه؟ تعتبر ان السبيد ايه؟ تعتبر ان الروتيشنال لوسز كما هي. طيب المطلوب الاخير هو ايه؟ المطلوب الاخير فاين ذا ستارتنج تورك. يبقى دي ستارتنج عند حاجتين، نجلكتر ارميتشر رياكشن، ومره ثانيه دخل ارميتشر رياكشن، والتيار عند الستارتنج يبقى ليميتد عند 150 امبير. طب هنعمل ايه؟ هنروح نجيب نفس المعادله بتاعت التورك، ان التورك بيساوي الكي في الفاي في الاي اي. طيب الاي معروفه، الاي معروفه اعين منها الكي فاي، يبقى الكي فاي جبته اروح ضربه في الاي اي بان دي ستارتنج. خلاص. طب المره الثانيه لما يبقى في ارميتشر رياكشن قيمته من قيمه الفيلد كام؟ من قيمة الفيلد بوينت 99 امبير. نشوف هو مديهولنا كام هنا، هو اديهولنا 16.16 امبير، اديهولنا 16.16 امبير. يبقى رايحين نيجي هنا اهوت، نقول ان هو يبقى 99.99 تطرح منها 0.16،
هتدي لك كام؟ 83 امبير، 83 من 100 امبير. خلاص ترجع للماجنتايزيشن كيرف. يبقى انا طرحت ده هو قيمه الفيلد بتاع الارميتشر اكشن من تيار الفيلد، اداني القيمه الجديده بتاع تيار الفيلد، ارجع لتيار الفيلد الجديد هديني الاي باك جديده، اعوض في المعادلات اروح معين تي ستارتنج الجديد. يبقى كل ده يبقى الاي فيلد الجديد، ارجع للكيرف عندي ده هو، ادي الكيرف اهو، اروح معين منه الاي الجديده، الاي الجديده اروح معين منها الايه التورك الجديد، اروح معين منها الكي فاي، الكي فاي الكي فاي، وبالتالي الجديده الكي فاي الجديده، وبالتالي اقدر اعين قيمه التي ستارتنج اللي هو عايزه عن ما في